وكل حاجه كابتن شريف علي حبيبي، يعني نقول حدث ولا حرج، وفعلا نموذج للاخلاق قبل الفن كمان، يعني فعلا اخلاق عاليه جدا. كره السله، فريق كره السله الان اكيد انت راجل محب للنادي الاهلي، سواء كنت في الجهاز بره الجهاز، فطبعا انت بتحب طبعا النادي الاهلي يبقى في احسن صوره. يمكن من بعد الفتره اللي انتوا كنتوا فيها يمكن حصل دروب شويه، وبعد كده الفرقه بدات السنه دي يعني يبان لها شكل. طبعا الجهاز الفني كابتن اشرف توفيق بذل اللي عليه وادى اللي عليه طبعا، وليه كل التقدير طبعا. طبعا شايف الفرقه السنه دي شكلها ايه؟ والله بص، طبعا هو الفرقه السنه دي شكلها مختلف شويه. اوجستي لما جه عامل حاجه جميله جدا، وانا كنت نفسي كابتن اشرف في او هو مع مش عارف يعني، هي التوليفه اللي جت في وجود كابتن اشرف لعيبه كبيره كلها، فان انت تدخل في وسطهم ولاد صغيرين ممكن دي تبقى كانت المشكله. لكن حاليا اوجستي عامل حاجه كويسه قوي، مدخل 3 4 لعيبه في فرقه الدرجه الاولى، وبعدين بيديهم ثقه. انا لو حضرتك تشوف الماتش اللي كان بيتلعب النهارده على بيروت، عمرو علاء زهران الولد بيغلط مره واثنين وثلاثه وسايبه في الملعب، دي على فكره تدي ثقه للعيب، تعرف ان المدرب ده خد ثقه، ومش بقى ان انا مع اول غلطه بيديله فرصه حقيقيه، فرصه حقيقيه في ماتش مهم وفي بطوله مهمه، يعني دي حاجه تحسب له. ان هو طبعا مدعم بعمرو وبعبد الله ناصر اثنين من الناشئين، وكان اعتقد انه يعني طبعا هو الراي الفني والاخير ليه، بس انا كنت نفسي كان يشرك معاهم مؤمن طارق خير. مؤمن هايل، اللعيب واخد القاب هداف افريقيا واحسن لاعب في افريقيا، هداف 3 بوند، لعيب بيشتغل على نفسه كويس قوي، برضه من الناشئين اللي كنت نفسي اشوفهم في البطوله دي. ومحمود وليد كمان هايل، محمود وليد لا هو مجموعه كبيره، وهو بيشركهم معاه في التدريبات. صحيح. واعتقد ان الولاد دي هتفرق قوي قوي المرحله اللي جايه ان شاء الله. صحيح. خلينا نطلع فاصل يا كابتن عشان عايز نتكلم بقى ارقام، يعني نخش بقى ايه في الارقام والتفاصيل اللي جمهور النادي الاهلي متشوق يسمعها منك، بس خلينا نطلع الفاصل.